ماشي رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، عندي سؤالين. تفضل. نص ذهب. السؤال الأول، احنا 4 إخوة، مات أبي وأوصل الولاية الأخ الأكبر، وأخ الأكبر وكل أخو اللي بعده الذي يليه بزواج أختي الكبرى وعلى أصغر إخوتي، عندي 19 سنة. قمت بتزويج أختي الكبرى بدون علم جميع إخوتي حتى أمي ودون رضاهم، وزوجتها على أنه زواج رسمي، ولم أخذ نسخة من العقد، ولم أعرف ماذا في العقد مع وجود شهود ومأذون شرعي. هل الزواج صحيح؟ زوجتها عرفي ولا بدون قسيمة زواج أو بقسيمة؟ أيوة بمهر. لا، في قسيمة زواج طلعت من عند المأذون. أيوة خلاص، تزويج صحيح. الزواج صحيح؟ خلفت الأول والزواج صحيح. السلام عليكم.